بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده وانا بقلب الفيسبوك لقيت فيه بوست عجبني جدا. بوست كان بيتكلم على صامويل ايتو لما رقص رقصه الراجل العجوز في انتقاد واضح للصحافه الانجليزيه اللي هجمته اثناء صفقه انتقاله لتشيلسي لما وقتها كان في ال 35 سنه، والصحافه الانجليزيه كانت بتتهم مورينيو انه جاب لعيب عجوز لتشيلسي. وقتها اول ما صامويل ايتو ما سجل مشي المشيه بتاع الراجل العجوز. فالتصريح ده بيحسسك ان صامويل ايتو مركز في كل التفاصيل اللي بتتقال عليه، فاكيد طبعا هيسمع تصريحات جمال بالماضي كلها. هو صامويل ايتو كده، ده دلوقتي كبر وفخد وساب الكوره، دلوقتي بقى خلاص بقينا قاعدين لموضوع التصريحات وش. فصامويل ايتو راح منزل بيان على طول اللي هو بص انا هشتكي جمال بالماضي لجنه الاخلاقيات. ليه كده يا عم صامويل؟ لا انا هكتب بيان قوي وهشتكي بالماضي. طب ليه يا ابن المجنونه؟ هنقول بقى في البيان، قول يا عم في البيان. نشر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيان عبر موقع الكتروني ردد فيه بتصريحات المدرب جمال بالماضي معبرا عن استياءه تجاه تلك التصريحات. واكد الاتحاد الكاميروني في بيانه احتفاظهم بالحق في رفع قضيه الايام المقبله امام لجنه الاخلاق في الفيفا، متهمين بالماضي باختراق بعض الاكواد والمعايير الخاصه بالاتحاد الدولي لكره القدم. وندد الاتحاد الكاميروني على حد وصفه بالتحريض على العنف على لسان بالماضي والمسؤولين الجزائريين، قائلا الاتحاد الكاميروني يرفض هذه المزاعم التشهيريه التي غرست بطريقه تلميحيه وصاغها مرارا وتكرارا كره القدم الجزائريه، ونأسف لان استمرار هذا الجدل من المرجح ان يتسبب في حوادث ممثله العدوان اللفظي الذي تعرض له المسؤولين الكاميرونيين في الاول من ابريل الجاري في الدوحه على هامش كره مونديال قطر. تافه ومركز مع كل تصريح بالحرف، حتى اليوتيوبر ممكن يكون مركز مع كل اليوتيوبر بيهاجموه. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم باحتجاج الى الفيفا على اكسوه من تصفيات المونديال على يد الكاميروني على يد الكاميرون متهمين الحكم الجامبي بكري جسام. على يوم السبع بقى بيتقال ان الحته اللي ركز عليها صامويل ايتو في البيان بتاعه، الحته اللي جمال بالماضي قال قوه الرجال والشعب هي النهوض، لكن انا لن نسمح ابدا مره اخرى لشخصين او ثلاثه بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مره اخرى بالتاثير على منتخبنا. صامويل ايتو قال لك بس يبقى انا الراجل اللي امرت ده، يبقى انا وبكاري جسام هم الشخصين، هم صح عبد الماضي انت بتقصدنا. انا بيخترق المعايير اللي هو فعلا في الكلام بقى اكواد، وبرده ركز مع سطرين تانيين، يعني هو ركز مع سطرين فوق وركز مع سطرين تحت. لما قال لك ان جمال بالماضي قال صادفته مره اخرى في تركيا على بكاري جسامه واخبرته برايي مباشر عندما نذهب الى افريقيا لا نحصل على معامله تفضيليه، لقد ازال امل شعب مكمله وتركنا هكذا، انا لا اقول انه يجب ان يقتل، يجب ان نتركه وشانه. اعتقد ان الجمله دي كفايه لوحدها انها تلبس جمال بالماضي في الحيط، لان للاسف الشديد يعني السطرين اللي فوق ما لهمش اي علاقه باي حاجه، سواء صامويل ايتو بيحط دماغه في اي حاجه، بس السطرين اللي تحت دول ممكن يلبسوا جمال بالماضي عقوبه ماليه. اعتقد ان هم ممكن يلبسوا عقوبه ماليه، لان هو كده يعني بيتكلم على قتل حكم، بيتكلم على تحريض ضد حكم، فقصه متشعبه تصوير. انا كنت بتكلم في الاول حوالين السطور اللي فوق، انما السطور اللي تحت دي ممكن تلبس جمال بالماضي في الحيط بصراحه، يعني حاجات ما كانتش ينفع انها تتقال. ما اعرفش بصراحه جمال بالماضي قال الكلام ده ليه، بس ربنا يستر.